مجدها ويقطع. ادي انطلاقه مره ثانيه، كره مره ثانيه، وحازم امام، وامام بتغيير اتجاه حلو، حازم منتظر الاوفرلاب، ادي اتحمل واتفتحت المساحه وعايز يسدد واحده حلو، يعمل مسانده على عبد الحليم علي، حازم امام ترقيصه حلوه واحده والثانيه وتغيير اتجاه، الجون الجول مفيش كلام. حازم امام لمجدي عطوه، لقطه حلوه بالكعب، وان تو هات وخد، وادي الفنت الحلو، وادي التمريره الحلوه. 13 دقيقه ديت شايفين الفنت الحلو اللي جاي دوت، راح الراجل وطلع بره الكره تماما، وادي اللعبه وادي اللقطه، كان في انضباط من لاعبي نادي الزمالك والتزام بالواجب الدفاعي. ادي الانطلاقه من حازم عايز يرقص، ورقص ترقيصه حلوه وحط جسمه بشكل كويس، ولكن لسه في كتير جدا من الفرقتين مأثر على الجماليات. دفاع الالومنيوم يتحمل الهدفين، وادي الكره ما انسجمش في اللقطه اللي فاتت ديت، عايز عبد الحليم علي كنترول حلو وتمريره اجمل، وانطلاقه من حازم امام منتظر التحرك، وادي التحرك في اتجاه عمرو، وادي المحطه، وعبد الحليم فين وترتد عمرو. اداء كله ايجابي ولقاء مفتوح من كلا الفرقتين. حازم امام بيعيد مره اخرى الى الاذهان دور المايسترو، تذليل الفارق. حازم امام تمريره في توقيت رائع، حازم امام تمريره حلوه وتحرك، وانتو حلوه واختراق. ادي المساحات، حازم امام لعيبه عندها مهاره على طول، تمريره اماميه، حازم امام قدم شوط ايضا اكثر من رائع، كان في تمريرات وفي ذكاء وفي مهاره باستمرار اللعب، هجمه مرتده، متقدم حازم امام، وادي المساحات الكبيره اللي بقول لحضراتكم عليها، عايز يعدي وعدى بمهاره في منتهى المهاره يوم، وياخد بذكاء. ادي اللقطه، وادي الحلاوه، وادي الجمال، وادي التقدم للنجم حازم امام، ضربه بعد ما قدم 70 دقيقه اداء طيب كده، الجماهير بتحيي وتدعم هذا